تنتهك الامارات كل شيء في البلاد. فمن استهداف مقاتلاتها لقوات الجيش في عدن وابين قبل اسابيع حاصده ارواح المئه منهم الى التحكم والسيطره بمطارات وموانئ البلاد. سيطره لم تكن وليده اليوم بل كانت منذ ان وضعت الامارات يدها على المرافئ البحريه والجويه مع انطلاق عاصفه الحزم عام 2015. إذ عمدت وقتها إلى تعطيل أحد عشر مطاراً بما في ذلك مطار الريان في المكلا. وزير النقل صالح الجبواني اتهم في تغريدة له على تويتر الإمارات باستخدام موانئ البلاد لجلب الأسلحة للمتمردين الانفصاليين في عدن الجبواني أضاف أن الإمارات بدأت خلال الأيام الماضية بتسيير رحلات من وإلى مطار الريان بدون أي تنسيق مع وزارة النقل مؤكدا نيه الحكومه اليمنيه وضع تجاوزات الامارات بحق سياده البلاد على طاوله الايكاو والمنظمه البحريه الدوليه والهيئات الدوليه ذات العلاقه. يرى مراقبون ان الامارات هدفت الى تعطيل الموانئ اليمنيه باعتبارها مصدر دخل وقوه كبيره ومنافسه لميناء جبل علي والمنطقه الحره في دبي. وعلى الرغم من التنديد الحكومي بانتهاكات الامارات المستمره لسياده البلاد، الا ان ذلك لم يوقف الامارات بل دفعها الى اعلان نيتها عبر مسؤوليها مواصله الاستحواذ والسيطره وهو الامر الذي حولها في عيون الشعب من دوله حليفه الى دوله احتلال